والآن إلى الصحف. عفوا، والبداية مع الشرق الأوسط التي كتبت: بعد رفض متكرر لملف القرض السكني من المؤسسة العامة للإسكان، لم يعد أمام إليان ورودريك سوى اللجوء للإيجار في ظل عدم إمكانيتهما المادية لتسديد ثمن الشقة، في حين دفع سناء وشادي مبلغ 20,000 دولار كدفعة أولى، وكانا يسددان الباقي على شكل أقساط شهرية في انتظار موافقة الإسكان، ولكن بسبب الظروف التي ضربت لبنان وحالت دون إعطائهما قرضا سكنيا، أعادا الشقة وهما يعيشان مع أهلهما. ولعبير وجورج قصة أخرى، فقد باعا كل ما يملكان لتسديد قروض الإسكان خوفا من تغير قيمة السند مقابل الدولار. هذه بعض العينات التي تعكس واقع اللبنانيين بسبب الأزمة المعيشية التي أرخت بظلالها على القطاعات كافة. يقول رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود إن المؤسسة اليوم وبفعل الظروف أقفلت أبوابها حتى إشعار آخر، حتى لو عادت القروض إلى التداول فلا أحد من التجار يقبل ببيع أي شيء شقة بالليرة اللبنانية، فهم يتعاملون بالدولار الأمريكي فقط. وفي حال قبولهم بذلك نكون أمام أرقام خيالية لسعر الشقة، ما يجعل المواطن عاجزا عن استحصال القرض أو عن تسديد الأقساط. وأكد لحود أن القروض هي بالعملة اللبنانية وإيفاؤها سيبقى بالليرة اللبنانية، وقال إن قروض الإسكان غير مرتبطة بأي سعر يتم التداول به على أي منصة كانت، وحتى لو تم توحيد سعر الدولار في المستقبل. ننتقل إلى الأخبار، وفي أخبار متفرقة تقول الأخبار: العدد الضئيل من المغتربين الأرمن الأرثوذكس الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع في الانتخابات والذين تعد الولايات المتحدة وجهة رئيسية لهجرتهم شكل صدمة كبيرة لحلفاء حزب التشناك، بعدما كانت التوقعات ترجح أن يكون عدد المسجلين 10 أضعاف الرقم الحالي. تقول الأخبار: فيما تعزو مصادر التشناق الأمر إلى خلافات مع غالبية القوى الرئيسية وتبدل المزاج العام وإلى سوق تنسيق مع التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، علما أن فريق 14 أذار سعى إلى تعزيز حضوره بين الأرمن في الاغتراب. وتؤكد مصادر هذا الفريق أن غالبية الأرمن المسجلين في أمريكا الشمالية سيصوتون لمصلحة المعارضين للتيار الوطني الحر. عديل معالي: بعد الحضور الدائم لزوجة وزير الاقتصاد أمين سلام وشقيقه في مبنى الوزارة، حل ضيف جديد من العائلة هو عديل معاليه النائب السابق فادي الأعور، الذي يتولى الاستحصال على أذونات تصدير القمح الخشن لعدد من المؤسسات. وقد أثار هذا الأمر حفيظة المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس بربيري، إذ اعتبره تدخلا في شؤون مديريته. ننتقل إلى معشات الجمهورية التي تقول إن المريب في المشهد هو أن في المشهد الحالي السياسي أن كل ما يجري ترويجه عن محاولات تجري بين المستويات السياسية الحاكمة لبلورة قواسم مشتركة تضع الأزمة على سكة الانفراج، لا يعد أكثر من ادعاءات واختلاقات وكلام يطلق في الهواء لا أساس له. وهذا ما يؤكده مرجع مسؤول بقوله للجمهورية: لا حلول ولا من يحزنون، فلا الحكومة ماشية ويبدو أنها لن تمشي، ولا القضاء سليم، والاقتصاد اسألوا الناس عن كوارثه، وفي السياسة السائدة دجل متبادل، ولا أحد يريد إنقاذ لبنان. أنا لست متشائما فقط، بل أنا خائف. مصادر حكومية تؤكد للجمهورية على الأهمية البالغة لنتائج لقاء جدة، والتي ستنتج إيجابيات قريبا على المشهد الداخلي. والرئيس ميقاتي يعول على انفراجات أكيدة في المدى المنظور، ولا يرتبط الأمر فقط فيما أكده الرئيس ماكرون في هذا الخصوص، بل أيضا فيما أبداه الأمير محمد بن سلمان من عاطفة تجاه لبنان ورغبة في مساعدته وتأكيده على الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني. وقد أعربت مصادر دبلوماسية عربية للجمهورية عن تفاؤلها حيال حدوث انفراج في العلاقة لبنان بالسعودية ودول الخليج، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا تملك تاريخا محددا لدخول هذه العلاقة مدار الانفراج، لكن هذا الانفراج حتمي. وأيضا في الجمهورية تقول الجمهورية:
تقول إن السعودية لن تترك لبنان، وقد أكدت المصادر أن على لبنان ألا يقيد نفسه بانتظار إجراءات خليجية قد تكون عاجلة أو مؤخرة، إلا أنها قد تتم في أي لحظة، خصوصا أن الوضع اليوم بات أقل حدة مما عليه مع بداية أزمة لبنان مع دول الخليج. إلى نداء الوطن، كتب ألان ساركيس: الروس يبقون البحصة، لا حل مع الرياض قبل نهاية العهد وتحجيم حزب الله. قد يكون تجديد البيان الفرنسي السعودي على تطبيق القرارات الدولية على رأس 1559 و1701 أكبر دليل على تصلب الموقف السعودي، لذلك ترى الدول الكبرى وعلى رأسها روسيا أن الحل الفعلي لم ينطلق بعد. تكشف معلومات دبلوماسية لنداء الوطن أن الروس يؤكدون أن ماكرون قام بخطوة جيدة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودول الخليج، وهذه الخطوة تشكل انطلاقة جيدة يمكن البناء عليها وتشجيعها لوصل ما انقطع بين لبنان والسعودية، لكنها بحاجة إلى متابعة حثيثة. معنا مباشرة الصحفي ألان ساركيس في نداء الوطن. صباح الخير ألان. صباح النور كلارا. ريت مقطع صغير من مقالك، التفاصيل أكثر معك، هناك معلومات يعني وضعتها في هذا المقال تحديدا عن الموقف الروسي بالنسبة إلى مبادرة ماكرون وما يجري، تفاصيل أكثر معك. نعم، يعني إذا بدنا نطلع بالشكل العام، أكيد الروس مع هذه المبادرة ومع الخطوات اللي عملها ماكرون، إن كان بالتواصل مع السعودية أو تخفيف الضغط السعودي على لبنان، هيدا بالشكل العام مثل بقية الدول يعني اللي عم بتأيد هيك خطوات وخطوات انفتاحية. بينما بالمضمون إذا بدك تفوتي أكثر، الروس عندهم موقف كتير ثابت تجاه لبنان وتجاه سوريا، هن مع أمن واستقرار لبنان. وبالنسبة للخليج، يعني هيدي النقطة الأساسية، كمان الروس عندهم قراءة موضوعية، يعني عم بيقولوا شغلة كتير أساسية انه اليوم نحن اوكي في تطور بالعلاقات، وقدر ماكرون فتح مثل ما بيقولوا ثغره بجدار الازمه عبر استقاله جورج ارداحي، ومن ثم عبر الاتصال الثلاثي اللي صار بين بن سلمان وماكرون والرئيس ميقاتي واللي اغضب الرئيس عون. بس بالمضمون السعوديه والخليج ما راح يعطوا باسات هلا لحزب الله، وما راح يعطوا باسات ايضا لميشيل عون باخر عهده. يعني اليوم اللي مفكر انه السعوديه رح تكب مليارات بلبنان او رح تنهي الحصار السياسي او المقاطعه، مش حصار هو مقاطعه، هو عم بيكون مخطئ. والروس عندهم هيدي النظره انه اليوم اوكي صار في تطور ايجابي، بس هذا التطور ما ممكن يتم البناء عليه، لانه في شغلتين، في قصه داخليه هي الاصلاحات المطلوبه اللي عم تطلبها روسيا وامريكا واوروبا والدول العربيه من لبنان، وهيدي مستحيل تنعمل هلا لانه معروف موقف القوى السياسيه شو هو. وفي النقطه الثانيه الاساسيه اللي هي النقطه السياسيه وتدخل حزب الله بالدول العربيه وعلى راسها اليمن، وهلا من شوي طلع تصريح لوزير الاعلام اليمني عم يطلب من الحكومه اللبنانيه انه توقف تدخلات حزب الله باليمن. طالما طالما انه السلطه اللبنانيه بعد تحت جناح حزب الله، وطالما انه العهد وعلى راسه ميشيل عون عم بيغطي حزب الله، ما نتامل انه يكون في حلحله بالعلاقات اللبنانيه الخليجيه. هذا راي معظم الدول، مش بس على هيدي الحاله ما راح يكون يصير في حلحله ابدا، لانه بالنهايه حزب الله هو مكون اساسي في السلطه. نعم، حزب الله مكون اساسي، حزب الله موجود من بعد الثوره الاسلاميه، بس الفرق بين اذا بدنا ناخذ عهد ميشيل سليمان وعهد ميشيل عون اللي هن ورا بعضهم تقريبا في سنتين ونص فراغ بيناتهم، وقتها كانت الدويله موجوده، بس الدوله مفصوله او المجتمع العربي والدولي بيفصل الدوله عن الدويله. نعم. المشكله اللي صارت مع عهد ميشيل عون وعم بيشوفوا العرب هالشيء، انه الدويله صارت مسيطره على الدوله، وميشيل وما في فصل بين الدوله والدويله، هيدي المشكلة الأساسية. على بكره يجي تصير انتخابات نيابية جديدة وتفرز أكترية جديدة، إن كانت مجتمع مدني أو معارضة سياسية. نعم. ويجي رئيس جمهورية مثل ميشيل سليمان، ما راح نقول سمير جعجع أو بطرس حرب أو سامي الجميل أو حدا على طريقة ميشيل سليمان وسطي، لا بتتحلحل العلاقات اللبنانية العربية. يعني قبل الانتخابات بحسب معلوماتك ومصادرك ألا ما في أي انفراج في لبنان؟ قبل الانتخابات النيابية والرئاسية ما في أي انفراج. نعم. النيابية إذا على بكره رجعت إجت الأكثرية موالية لحزب الله وإجا جبران بيصير رئيس، أكيد ما في انفراج. إذا صار في تغير بالأكثرية
وصار في تغير بالسياسه الدوله اللبنانيه، يعني العرب كمان واعيين بيعرفوا انه ما بيقدروا يسحقوا حزب الله وما بدهم يسحقوا حزب الله. نعم. كل مطالب العرب انه يا اخي وقفوا تدخل باليمن وبالعراق وبسوريا وبازمات المنطقه ولا تهددوا امن الخليج. نعم. اذا وقفت هالشيء ولو ضلوا حزب الله موجود ما في عندهم مشكله العرب، يعني هن مش جايين يسحقوا حزب الله نايب بالصور او نايب بعلبك الهرمل. مشكلتهم الأساسية مع تغطية العهد العوني لا لحزب الله ومع تدخل حزب الله باليمن وبالمنطقة. نعم. الصحفي آلان سركيس، أنا بشكرك لوجودك معنا، للأسف وقتنا شكراً.